عندنا ترخيص باش ناخذوا الأنسجة كو، يعني ما ناخذوا كان الأنسجة مش الأعضاء، أخذ الأنسجة ممكن، وهذا يعني وفقا بالطبيعة التراتيب القانونية، فما قانون تاع 1991 كله يصير في إطار قانوني، كونه نجم ناخذوا أنسجة، عندنا الحق قانونيا ناخذوا أنسجة من الأشخاص اللي متوفين، الأنسجة ناخذوها من المتوفين بصفة عامة، وإلا زادة ناخذوها من العبيد اللي تمشي تاخذ تعمل عمليات على العظم تاع المخروقة بتاعهم، معناها لونش كذاك العظم بطبيعة تمشي تلوح، هو يشاوروهم ونقولوا لهم راهو هذاك نجموش ناخذوه على أساس كونه يعني عند الحيين بالطبيعة باش نستعملوه عند ناس أخرين، هو بطبيعتهم باش يتلوح، معناها ما فيش حتى خسارة لحد شيء. اللي تزاد جديد كنا كان الأنسجة كو لينا توا نجمو ناخذوا الأعضاء، وتزاد حاجة أخرى هامة برشا نجمو نزرعوا الأنسجة. أوكي. نزرعوا الأنسجة، شنو الأنسجة نزرعوهم؟ أكثر شيء اللي يهمنا واللي متداول هو القرنية. لو تعرف أنت مثلا في القروان كيما بلايص الكل فما عباد وليد صغار ولا كبار ولا كذا تصير له اشكال في القرنيه نتاعو، حتى توا جاي عيد هاو فرصه باش نذكروا العباد، ساعات صغيرات يلعبوا مع بعضهم بك الفروده اللي بيهم بك الكعابر هذوكم البلاستيك يضربوا في عينه، شنو يصير؟ تضرب القرنيه، كل غشاء هو راهو غشاء معناه غلاف هكا شفاف راهو برا من عينك اللي يلمع ما عندوش ولا لون لحتى يلمع ترونسبارون، هذاك يولي ما عادش يشوف بها عينه، يسمع ما عادش يشوف ولا يشوف بنسبه معناها ضعيفه برشا، هذاك يلزم زرع قرنيه. فهمت. القرنيه هذه ما كناش عندنا الحق توا بالقرار الوزاري الجديد تاع 5 ابريل، عندنا الحق باش نزرعوا الانسجه، يعني غدوه قسم الامراض وجراحه العيون اللي موجوده هنا ولا فيه الكفاءات الطبيه، عندنا كفاءات طبيه اللي تعرف تزرع القرنيه ومتمكنه، من غدوه معناها نجموا نوليو من القروان ما عادش يتنقل هو حتى تونس ولا حتى ما نعرفش وين بلاد اخرى ويقعد يتعذب ويقعد كذا، لا نجموا بطبيعة الحال تصير عملية زرع القرنية بأسهل وبسلاسة، ولهنا يصير في السبيطار. واليوم النجم ناخذ أخذ أعضاء، معناتها واحد متوفي وباش يتبرى ينجم في القيروان في المستشفى الجامعي بالقيروان نأمنوا عملية الانتزاع هذية ونقلها للمستفيد به. اي بالطبيعه ناخذوها لكن ما نزرعوهاش. ما عندناش الحق احنا تو في الزرع، ما عندناش. عندنا القرار يقول لك تاخذ الاعضاء الجديده اللي تزيد تاخذ الاعضاء وتزرع الانسجه، لكن احنا راهو باش نفسر العبيد الاعضاء راهي فيها قوانين معناها صار مخرجه كبيره برشا، ما تخيلوش مخنا كي ناخذوا احنا نسيج مثلا قرنيه ولا ناخذوا كلوه مثلا راهو نهزوها منا نحطوها عند واحد اخر في نفس السبيطار، لا هذا تمشي للمركز الوطني للنهوض بزرع الاعضاء. يا خويا هو ماهيش هي بيده اللي مش نزرعوها في القروان، لانه فما تحاليل شكون يضمن لك اللي نفس المريض معناها هذا اللي انت حاجتك به مش ما يقبل اشكال فما يقبلها ما يصيرش روجي، دونك هما المركز الوطني لزراعه الاعضاء هما يتكفلوا باخذك النسيج هذاك ولا العضو هذاك، واحنا كي حاجتنا باش نزرعوا مثلا نسيج قرنيه هما اللي يمكنونا مش نفس القرنيه اللي ناخذوها. وماهوش بالساهل زاد دكتور الياس انه اليوم نجي نحي عضو ونخليه في حاله جيده وحسنه اليوم باش يتم نقله لمركز هذايا وتدخل جراحي اخر، هذا راهو يطلب كفاءات كبيره واجراءات عمليه حاسمه جدا. احنا اللي نجموا توا باش نكون واقعيين اللي نجموا قادرين عليه ونجموا نعملوه هو اخذ الكلى وحتى زراعه الكلى، انا حقيقه انا فريق طبي بالنسبه للقسم النجاري والكلى هنا الاستاذ رفيق الكامل معناه عنده فريق معاه وهما متمكنين من العمليه الطبية اللي هي صعيبه. واضح دكتور. ما عنديش اشكال في اخذ مثلا تويكا الاعضاء خاصة منهم الكلى. لكن بالطبيعة ديما حسب التراتيب القانونية ما نحبوش العباد تتخيل في مخها اللي هذوما ياخذوها وخذوها منها، خاطر ديما الكلام يدور على هذايا. لا معناها راهو تصير على فيها معناها شروط قانونية وفيها ونشوفوا فماشي اعتراض وفماشي فما حسيب بروسيدور كامل. دكتور الياس التركي رئيس قسم الطب الشرعي، ان كرو ميرسي لتدخلك معنا اليوم على راديو الحياه فام، وين اكدنا انه مستشفى ابن جزار بالقيروان رسميا هو من المؤسسات الاستشفائيه العموميه المرخص لها في اجراء اخذ الاعضاء البشريه وانسجه بشريه، هذا اللي اكدونا توت سويت الفلاش فور سونتي.